بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في هذه الحلقة 159. نتناول آيات من سورة التوبة. يحكي الله لنا عن بعض الناس الذين يعدون الله وعدا ثم يخلفونه. وإحنا عندنا يعني حاجة مهمة جدا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دخل الشيطان مرة على موسى بن عمران وعليه برنس، عليه حاجة بتلقلق كده زي الناس اللي بتلبس ملابس السهرة. فقال له: السلام عليك يا نبي الله. قال: من أنت؟ قال: أنا إبليس. قال: فما جاء بك؟ يعني جاي ليه؟ فقال: جئت أسلم عليك لمكانتك من الله. فقال له: ما الذي أرى عليك؟ أنت لابس إيه؟ قال: برنس به أجذب قلوب بني آدم. حاجات بقى بتلعلع كده وأضواء ومكياج وترتر وهدوم سهرة، برنس به أجتذب قلوب بني آدم. فقال له موسى: يعني طيب، فما الذي إذا فعله ابن آدم استحوذت عليه؟ إيه لو ابن آدم عمله يبقى أنت صاحبه يعني؟ قال: إذا أعجبته نفسه. أعجبته نفسه يعني إيه أعجبته نفسه؟ أنا ما فيش حد زيي، أنا عقلي أحسن عقل، ده أنا شك أنا أجمل واحدة، ده أنا ما فيش زيي. أول ما تعجبك نفسك يبقى دي نفخ شيطان، لأن الإنسان الحقيقي الجميلة الحقيقية هي التي لا تشعر أنها جميلة. بالعكس تقول لك: والله ده الجمال ده فاني، ده يومين ثلاثة مرض تلاقيني اتغيرت. دي الحكيمة الجميلة الحقيقية، ها، لا تظن أنها جميلة، ده الجميلة حقيقية. إنما بقى اللي بتلعب في المكياج والشعر المستعار هي دي اللي بتضحك على الناس وتقولهم إنها جميلة. فإذا أعجبته نفسه، أعجبه علمه، غرور العلم، غرور الجسم، غرور الرأي، إذا أعجبته نفسه يبقى الشيطان لابسه. وإيه كمان؟ وإذا استكثر عمله، يقول لك: يا سلام، ده أنا بعمل كتير قوي. زي واحد كده يقول لي: يعني ده أنا بصلي واروح الجامع وبحج وبطلع صدقات وجوزت عيالي، ده أنا ليه عند ربنا كتير قوي. والله العظيم ليه عند ربنا كتير قوي؟ إيه يا عم ده؟ أنت عملت زي الراجل بتاع الجنة، ها، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي، لو رجعت لربنا كمان لأجدن خيرا منها منقلبا. ده انا ليه عند ربنا كتير. في ناس كده عايشه، ايوه، في ناس عايشه بتقولك: انا ليه عند ربنا كتير، انا عملت كتير قوي وتصدقت كتير قوي وحجيت كتير قوي، ده انا ليه عند ربنا كتير. لا، انت مالكش عند ربنا حاجه. يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. والمؤمن الحقيقي يشتغل 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 ليل نهار، يشتغل وهو خايف. خايف من ايه؟ خايف ان ربنا ما يقبلش وانت شريك ربنا في الحكم. ما تقولش بقى: ده انا ليه عنده وليه عنده وعملت وعملت. اوعى، ده غرور العباده يضيعك. امتى بقى الشيطان يبقى صاحبه؟ اذا اعجبته نفسه، انا احسن واحد ولا فهمه محدش يفهمه واللي اعمله محد. ده انت كده زي ما تلاقي واحد كده يقول لك: ايه ده، انا عقل يوزن بلد، ده اللي افهمها وهي طاير. تعرف ان هو سفيه، عقل ايه وبتاع، انت سفيه كده. ده العالم الحقيقي بقى مرعوب. إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله ونسي ذنوبه. ودايما المؤمن ما ينساش ذنوبه. إزاي كلام واحد بيقول لي: ما أنا عملت ذنب واستغفرت خلاص. يعني استغفرت خلاص؟ يعني مات؟ ما ماتش يا حبيبي. الذنب لا يبلى، البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. طب أنا استغفرت، توب توب زي ما أنت عايز بيه. ما أنت يوم القيامة تحاسب عن إيه؟ هتتحاسب عن يوم القيامة لما انت تبت خلاص. انت تتوب زي ما انت عايز، بس لازم الذنب يوجعك ليوم القيامة. واحد سرق من الناس فلوسها، ده ما ينفعلوش توبة الا اذا رجع للناس فلوسها. يعني واحد تاب واخذ انفاس سيجارة له بكل نفس سيئة، هو خد كم نفس؟ ولو استغفر ربنا كم مرة عشان يغفر له؟ وبعدين في ذنوب ما بتتغفرش خالص، الرئتين اتملوا هباب واتملوا سرطان. استغفر بقى براحتك. هتطلع الذنوب دي ازاي؟ زي الاكل الكتير، انا عمال اكل واتخن واكل، دي ذنوب لا تغفر. استغفر بقى براحتك كده، وريني الدهون دي هتنزل ازاي، وريني بقى الدهون دي هتنزل ازاي، وريني يعني استغفار يا ده وبالدهن ده. يعني في ذنوب كده انت مش واخد بالك، يعني في ذنوب. والا بقى اكل مال اليتيم واكل الربا
ناس حاطه فلوسها في بنوك وبتاخد فايده ربا ولا يهمها. يعني ربا واكل مال يتيم وسرقه الناس والرشوه ها والتدخين واخد الاراضي اسرقها، ده ناس عايشه ما شاء الله. وبعدين يقول لك ده انا ليه عند ربنا كتير قوي. يا حاج رحنا عند حاج عشان نحجز شقه وبعدين دفعنا عربون. سياده الحاج جال واحد تاني يوم دفع 1000 جنيه زياده باع له الشقه. طب يا حاج ده الرسول قال لا يبع بعضكم على بيع اخيه ولا يخطب احدكم على خطبته. هو كده حاج ايه ده، انت ما تعرفش ابسط قواعد الايمان؟ لا يبع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب احدكم على خطبه اخيه. فلانه مخطوبه تروح تخطبها تاني ازاي؟ هيجيب لك دهب بكام؟ ب5000، هيجيب لك ب10، هيجيب لك شقه ب100، هيجيب لك شقه بنص مليون. ايه ده؟ هي مخطوبه خلاص. لا يبع احدكم على بيع اخيه ولا يخطب احدكم على خطبه اخيه. الناس في الطراوه. فعشان كده ربنا بيقول ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضلنا صدقان ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضل بخلوا به وتولوا هم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. واحد يقول لك والله لو ربنا وسع عليا وبقى مرتبي 5000 في الشهر أنا هتصدق كل شهر ب50 جنيه. بقى مرتبه مش عايز أقول لك 10000، ما بيتصدقش بجنيه. إيه؟ نسيت الوعد. فعشان كده لما الراجل الصحابي أيام رسول الله ودعا له رسول الله بالبركة وزادت خيرات وزاد رزقه وطلب منه رسول الله الزكاة فرفضها، ثم جاء أبو بكر فرفضها، ثم جاء عمر فرفضها، فمات على نفاق. يقول تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فعشان كده الشيطان بيقول لك إيه؟ متى تكون صاحبه؟ قال إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله ونسي ذنوبه. وبعدين يقول له بقى وخلي بالك ولا تحلفن حلفا ولا تنذرن، لأنه ما نذر من أحد نذر أو وعد وعدا إلا كنت صاحبه من دون أصحابي حتى لا يوفي بوعده ولا يوفي بنذره. وإيه كمان؟ قال له ولا تخلون بامرأة لا تحل لك. ليه؟ قال له والله ما خلى رجل بامرأة لا تحل له إلا ظللت وراءه حتى يزني به. يا نهار أبيض، يعني هو قاعد مع مراته مش هيعمل حاجة، لكن قاعد مع واحدة تانية لا يعمل، يفضل الشيطان يحلها حلال لغاية ما يوقعه في المصيبة. عشان كده بقول له لا تخلون بامرأة لا تحل لك، فإنه ما خلى رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبه من دون أصحابي حتى يقع به. وما وعد أحدا إلا هو وعدا إلا كنت صاحبه من دون أصحابي حتى لا يفي بوعده ولا يفي بنذره. ويفضل الشيطان وراك وراك حتى الطاعة. إذا نادى منادي للطاعة فقم فإن الشيطان يظل وراك حتى لا تقوم للطاعة. يفضل يقول لك أنت نسيت كذا ونسيت كذا. وما قام أحد للصلاة، أي واحد يصلي اي واحد يصلي يجي الشيطان بقى انت نسيت كذا ونسيت كذا وعملت كذا. الله اكبر، ما تنساش كذا وما تنساش كذا. الله اكبر، وازاي كنت ناسي الموضوع الفلاني؟ لا انت لازم تخرج من الصلاه دلوقتي عشان يعني مره واحد يعني ما كانش بيصلي وبعدين جاء الى الامام ابي حنيفه وقال له، كان عنده دار مش كان عنده شقه في الدور ال14، لا دار، وكان الناس عندها يعني دار واسعه. فهو بيقول كان عندي جرة من المال، كان عندي حاجة فيها فلوس ذهب، وحفرت تحت جدار في الدار ووضعت هذا المال. وبعدين نسيت وبعدين أعمل إيه؟ نسيت أنا حطيت الفلوس فين؟ فقال له أبو حنيفة تعال فصلي معنا. قال أنا لا أصلي. قال له تعال صلي معنا حتى يكرمك الله وتتذكر المال. فاول ما دخل في الصلاه وهو ما بيصليش الله اكبر جاله شيطان قال له انت نسيت انت حطيتها فين؟ تحت الحيطه الفلانيه. ساب الصلاه وجري وراح حفر لقى جره المال. اللي انا عايز اقوله لك انه ساعات الشيطان يذكرك الشيطان ما نسيت وانت في الصلاه. كل اللي غايب عندك كل تاي عندك والبرنامج اللي ناقصك كله يفكرك في الصلاه، ومع ذلك انت لا تترك الصلاه ابدا. لا ترضي الشيطان، لا ترضي الشيطان. طول السجود، طول السجود تصفع الشيطان على وجهه. طول السجود، طب انا قاعد على الكنبه وما بسجدش، ما كده الشيطان لابسك ليل نهار. طول السجود، الشيء الوحيد اللي يخليك تنتصر على الشيطان انك تطول السجود. طب انا ما بسجدش، الشيطان صاحبك من دون الناس، هتطرده ازاي حضرتك؟ ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.